مفجر الجامعات والطائرات يموت في زنزانته. إنه عالم الرياضيات الأمريكي تيد كازينسكي الملقب بيوني بومبر، صنع قنابله الخاصة في كوخ بجبال ولاية مونتانا، وبدم بارد أرسل على مدى 18 عاماً طروداً مفخخة بقصد القتل، وأنهى حياة 3 أشخاص وجرح آخرين بين عامي 1978 و1991، لتنتهي اللعبة في عام 1996 مع كشفه واعتقاله. الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جعلت محاكمته تجري بسرعة، وحكم عليه بالسجن المؤبد تحت ضغط الرأي العام رغم تشخيصه بالخصام المصحوب برهاب الاضطهاد. لكن ما دافعه؟ لم يتمكن أحد من إيجاد أي تفسير منطقي لجرائم يوني بومبر، سوى أنه عرف بكرهه للتطور التكنولوجي رغم التخصص في العلوم الرياضية، فأراد التخلص من البشرية عبر طرود مفخخة. وبقي كازينسكي في زنزانته المنفردة حتى نقل بذريعة الوضع الصحي عام 2021 إلى منشأة صحية بعد أن رق له قلب السجان. واليوم طوي ملف هذا العالم الراغب بتصفية البشر، فهل كان يستحق حكماً أقصى من السجن مدى الحياة؟